البنك المركزي ناوي يطرح 20 جنيه بلاستيكية قبل العيد الكبير، يا ترى ليه الدولة بتطرح نقود بلاستيك؟ وفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي، فمن المقرر أنه يتم إصدار أول 20 جنيه بلاستيك من مادة البوليمير قبل العيد الكبير بثلاث أسابيع. وبالفعل البنك المركزي انتهى من إجراء تصميم أول 20 جنيه بلاستيك مصنوعة من مادة بوليمير، وده بعد التعاون مع إحدى الشركات العالمية. وكمان المركزي بدأ في تجهيز الألواح اللازمة لطباعة ال 20 جنيه البلاستيك لطباعتها، وده استعداداً لطباعتها قريباً. وعلى فكرة طرح ال 20 جنيه البلاستيك مش معناه انه هيتم الغاء العمل بال 20 جنيه الورقيه، لكن هيتم تداولهم هما الاثنين زي ما حصل مع ال 10 جنيه. ولو حضرتك هتسال عن سبب اصدار العملات البلاستيكيه، هنقول لك ان العملات البلاستيكيه مميزه فانها قويه، يعني صعب قوي تتقطع او تبوظ، وكمان مقاومه للميه، والاهم ان طول العمر الافتراضي ليها بيوصل لثلاث اضعاف عمر الفئه الورقيه الحاليه المصنوعه من القطن. كمان العملات البلاستيكية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع.